الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الرسمي جاوبت على أبرز الأسئلة الشائعة بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت الأسئلة دي كالتالي: السؤال الأول، إمتى هتجرى الانتخابات الرئاسية؟ طبقا للمواعيد التالية: أولا خارج مصر هتكون أيام الجمعة والسبت والحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، وفي الداخل أيام الحد والاثنين والتلات 10 و11 و12 ديسمبر 2023. وفي حالة الإعادة في الخارج هتكون أيام الجمعة والسبت والحد 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الاثنين والتلات والأربع 8 و9 و10 يناير 2024. السؤال الثاني، هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات؟ بالتأكيد لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم اللي هتجرى فيه انتخابات رئاسة الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، وده إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. السؤال الثالث، إزاي أستعلم عن مقار الانتخاب خارج مصر؟ بتنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومتحدد كل العناوين بدولة المقر. السؤال الرابع، امتى هتكون مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟ خارج مصر هتكون بداية من الساعة 9 صباحا والحد الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لدولة المقر. السؤال الخامس، ايه اجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟ يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الاقرب اليه وبيقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي او جواز سفره ساري الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها للمكان المخصص للتصويت ويضع علامة أمام اسم المرشح اختياره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف. السؤال السادس، لو مش معاك بطاقة الرقم القومي ايه الحل؟ للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر سواء عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي. السؤال السابع، بطاقة الرقم القومي الخاصة بيك غير سارية، فهل يمكنك الإدلاء بصوتك من خلالها؟ لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنه اشترط سريان جواز السفر. السؤال الثامن، طيب لو أدليت بصوتك أثناء الانتخابات خارج مصر وتصادف وجودك بعدها في مصر أثناء الانتخابات بالداخل، فهل تدلي بصوتك مرة تانية في اللجنة الانتخابية داخل مصر؟ لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكتر من مرة سواء في الداخل أو في الخارج.